متأكد انه مشترك كاس عالم وشايف المحلر سفرات اليوم. لا يدري انه اخذين استراحة ثانية. زين من جاي الاستراحة؟ وين الناس؟ والله انا مجيب الدنيا بس انا من شغلين نسال الله السلامه. متى اخر مره شفتك؟ من يوم كان كاس العالم بروسيا. يقول يوم شفناك شاشه روس انا. اي والله يا حظ جزاك البركه. الله يسلمك. الله يحيينا يا مرحبا. الله يطول بعمرك ويسلمك يا مرحبا. هذا يطال عمرك يا عمي قريب. قلت انا قلت الله يحييه. لا والله ما تقوم عمر بالله تحبش. ايوه اجي خليني اضبط لك وفنجان القهوه. والله القهوه تمام. جيب لنا معك القهوه. اي والله. السلام عليكم. عليكم هلا ركان. هلا محمد. يلا حيهم. يا هلا يا هلا وسهلا. السلام عليكم. هذول مين هذول؟ هذول السباب وخلف. الله يحييهم. مسا مسا يا شباب. هذا حلاق مصري. حلقت انا اليوم عنده. ايه. بتخبر مصر ما شاركه. قلت تعال تابع من. تفضل الله يحييه. تفضل. ارجنتينا السلام عليكم. عليكم السلام. هذا اخوي ارجنتيني. أرجنتيني هو؟ لا هو سعودي بس يحب أرجنتين من أيام باتيستوتا. أوه تفضل مرحب. هلا. السلام عليكم. ما عرفتم؟ رابطة؟ لا هذول خيب الدوام بس هم يحبون الطرب. حياكم. السلام عليكم. مين هذول؟ ما عرفتم صراحة. حياكم. السلام عليكم. ولا ذول يعرف. أينما كنتم طابت أوقاتكم هنا بالعاصمة القطرية الدوحة. هلا فيصل. يا ولد انت مغير استراحات. الا انا طحت في الزحمه. الزحمه عندي جاي يلا جاي. الجماهيريه يسيطر عليها المنتخب الارجنتيني بشماله العريضه. يا مرحبا يا هلا. يا ولد شو السالفه؟ وش العالم دي؟ زارت البركه. تفضل تفضل. يا مرحبا. من متى يجيك احد؟ تفضل تفضل. بدت المباراه. يا شباب يا شباب امامنا في ضربه البدايه رياض المونديال. هذه هي الكره الاولى. بدر مول يعدي هذه كره التسويق.